في إطار مسعانا الرامي لتفعيل وتطوير الدبلوماسية البرلمانية بما يتماشى والمكانة التي أضحت تحتلها في العمل البرلماني على المستوى الدولي كدعامة أساسية للدبلوماسية الرسمية. إن هذه الاستحقاقات والعودة القوية لكلمة الجزائر في الكثير من الملفات المطروحة على المستوى الدولي تفرض علينا بل تلزمنا بتبني الرؤية والاستراتيجية نفسها والعمل على تجسيدها على المستوى البرلماني من أجل إحداث نقلة نوعية في عمل الدبلوماسي البرلماني. وها نحن اليوم نعطي انطلاقة فعلية لآلية المجموعات البرلمانية للصداقة التي تعتبر من أهم روافد وأدوات العمل الدبلوماسي البرلماني، كونها تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنسيق والحوار والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بما يخدم أهداف سياستنا الخارجية ويحقق مصالح بلادنا.